تذكرون يوم كنا تلاميذ وكنا نرتب شنطتنا المدرسية ونشوف شو عنا في اليوم الثاني ونجمع الكراسات والكتب فيها ونحملها ونسير المدرسة، وفي اللي كان يرسم عليها واللي يحط عليها ملصقات واللي يخلي الصف وزملائه كلهم يوقعون عليها. كانت هالحقيبة الرفيق الدؤوب في كل حياتنا المدرسية، ولكن هالجانب الإيجابي كان أيضا يصاحبه جانب سلبي. أنا أذكر لحد اليوم مشاهدينا كم كان ثقل حقيبتي المدرسية، وكنت دوم أشتكي منها. نناقش اليوم الحقيبة المدرسية بشقها التربوي، ونعرج شوي على الجانب الصحي مع الدكتورة أمينة الماجد وهي مستشارة أسرية وتربوية. ولكن قبل خلونا نشوف تقرير أجريناه عن ما هي مكونات الحقيبة المدرسية للطالب وهل من شكوى للطلاب منها. نتابع. مشاكل بتكون الحقيبه تقيله، لازم طبعا الاهل بيكونوا طبعا الجدول يكونوا متابعين الجدول علشان خاطر ما تسببش مشاكل عشان ظهره. الحقيبه المدرسيه يعني اكثر شيء انه يكون مثلا اذا بيكون يومه كثير مليء، يعني عنده كثير صور هيك، فبتكون انه الكتب الكراسات بيكونوا كثير متقلين عليه. فيعني انا من رايي انه يعني بيضل هيك قسم، اذا ما بده يعني هذا القسم ما بيستحقه بالبيت يخليه هيك بالمدرسه، يعني بخفف عليه شوي العبء تبع الحقيبه تبعه. الحقيبه المدرسيه احيانا ممكن الجدول عدم ترتيب الجدول، طبعا ان هو يرتبش الجدول تبعه، فاكيد لازم انا لازم اتابعه يعني، فدي معاناه بالنسبه لي انا، مش يعني إن هو ما كانش معتمد على نفسه، فأنا اللي بعيني أكثر من هو ما بيعيني. صراحة الحقائب المدرسية بشكل عام يعني قصدك من ناحية الكتب، في كتب كثير بتكون المدرسة بتعطيهم، يعني الحجم أحجام الكتب يعني بيكون 6 كتب 7 كتب، فكثير يعني الطالب بيحمله، بس لأنه هلا في الحقائب الجرارة أوكي، يعني ما في مشكلة يعني في الموضوع. دي فعلا مشكلة أنا بواجهها بصراحة، فعلا برضه في جدول وفي بنمشي عليه، بس برضه بيحتاجوا فايلات وكتب وكراسات كتيره، بيبقى الشنطه فعلا تقيله. بصراحه عانيت فيها وسبب لي بصراحه ديسك، فانصح الاهالي انهم ينتبهون، خاصه ان الاطفال معرضين لهالامراض، ونحن يعني بس نفكر بس الكبار في السن بس تعرضوا فيها، بس بصراحه طلعوا حتى نسبه كبيره من الاطفال تعرضوا لها. حياك الله دكتوره امينه. يا هلا فيك. شفنا هذا التقرير وشفنا آراء مختلفة. نعم. أنت برايك شو المكونات الحقيبة المدرسية؟ والله تشوفي أهم شيء في الحقيبة المدرسية هو أنه يكون في ورقة وقلم، رمز العلم والتعلم. لكن طبعا محتوياتها تكون كثيرة، محتوياتها الكتب، محتوياتها المذكرات، محتوياتها بعض الفايلات، محتوياتها الدفاتر لكل مادة، وفيها المقلمة، وفيها أشياء كثيرة وذكريات جميلة صراحة في الشنطة. لكن مع التطور اللي احنا قاعد يستوي أكيد يعني في أشياء زادت، حجم المقلمة، حجم الشنطة، وايد أشياء يعني انضافت في الشنطة وهي ما لها ضرورة صراحة. كيف نحل الموضوع إذا؟ شوفي، حل الموضوع أولاً إن احنا نفكر شو الهدف من الشنطة المدرسية؟ هل الشنطة المدرسية هي بس مجرد ان احنا نكدس فيها الكتب ونكدس فيها المذكرات ونكدس فيها كل شيء موجود للطالب يودي المدرسة، نكدسه فيها الشنطة وشايلين الطالب على ظهره ورايح المدرسة؟ مو بحل هذا. يبقى هني دبالي دراسة من المدرسة ومن ولي الأمر، احنا شو هدفنا من وجود هالشنطة مع الطالب؟ صحيح، لأنه ما باليد حيلة، يعني طبعًا. الطلاب مفروض عليهم أن يبون كتب اللي حق حصة اليوم، 8 حصص، الواجبات، ها غير الأمور الثانية. فأنا أحس أن الحل لازم يكون بداية من المدرسة، أنه مثلا ممكن يكون في خزائن معينة ما يضطر الطالب كل يوم يسير ويرد بكل هالكتب. إحنا صحيح؟ عشان نقول هل هو حجم الشنطة مؤذي للطفل؟ هل حجم الشنطة هذا الطفل قاعد يشيله فيه ثقل مثل ما قالوا الأمهات ومحتاجين، وإحنا من بداية السنة ومن السنين نطالع المشكلة هذه، وتحولت الحين معظم المناهج بعد تحولت للإلكتروني رقمي. لكن نقول الحلول تراها من المدرسة أكثر من البيت. صح. أولا مثلا ليش أنا أضيف
فايلات على الطالب، والفايل هذا ممكن يشيله في المدرسة عند المدرس نفسه. ليش الكتب الكبيرة المجلدات الكبيرة هاي الطالب رايح وياي فيها البيت والمدرسة، وهو أصلا ما يحتاجها في البيت يحتاجها في المدرسة؟ يعني أنا من رأيي إن أشياء اللي ما يحتاجها الطالب في البيت ما يجيبها معاه أبدا، يتم في المدرسة عند المعلم. في أشياء يحتاجها الطالب مثل كتابة الواجبات عنده، مثل كتاب الطالب اللي بيحل فيه يكون معاه. لكن إني أنا أكدس كم كبير من الكتب في شنطة الطفل بيخليه يكره الشنطة. إحنا نبي الطفل يحب الشنطة، يحبه، يربطها في مدرسته، يتذكر إن هاي الشيء جميل. لكن بطريقتنا إحنا، وإحنا بعد كأولياء أمور ترانا شفتي الهجوم اللي مستوي وهذا قدام عيالهم، هذا غلط. مفروض الطفل ما ينكره بالشنطة، الشنطة هي جزء من حياته، جزء من تحركه. أنت الحين يوم تشيلين شنطتك إذا ما تحبينها بتشيلينها؟ أكيد ما بتشيلينها. شايلة أشياء تحبينها فيها، صح ولا لا؟ فلازم الطفل يحب الشنطة. دكتورة أمينة، ممكن هالكره يؤدي إلى تكاسل الطالب إنه ياخذ الكتب؟ يعني ممكن يقول إنه خلاص أنا ما باخذ كل هالكتب، عادي إنه مثلا أتعاقب في المدرسة، بس إنه المهم إنه ما آخذ هالثقل كله وياي. ممكن، وكثير كثير من الطلبة يجون يروحون المدرسة بالعمالة ناسي لكتابين أو ثلاث عشان يخفف على عمره، أو حتى الأم تقول هالكتاب مش مهم وتخليه، ويضطر المعلم يخليه يشارك زميله ويتعاقب الطالب وممكن يخصم منه درجات. يبقى إحنا نبغي أن الطالب هذا مع المعلم مع المدرسة يكون لرغبة بحمل الشنطة هاي، ومن حله حلولة كثيرة. يعني إحنا تحول الكتب للرقمي هذا حل، لكن إحنا بعد ما نبغى نفقد الطالب مسكت الكتاب. ترى مسكت الكتاب شيء، انه يمسك الطالب يكتب بخط ايده شيء. يعني احنا شنطه المدرسه ممكن تحبب الطالب في نعم الدراسه. نعم، المحبه قلت لك انا، اذا احنا كاولياء امور كرهنا ويشايل هالشنطه ثقيله والمعلم يثقل عليه، يعني نصاب الحصص مثلا لو قلنا 8 حصص، في كتب كبيرة تتم في المدرسة، كتب صغيرة تجيب الطالب يوم يحتاجه المعلم يقول لهم والله شيلوا الكتاب هذا بكرة عندكم امتحان عندكم شيء. لكن ما لو احنا جينا كم في المية من الكتب اللي يشيلها الطالب من المدرسة للبيت يحتاجها في البيت؟ صحيح. إذن الحل لازم المفروض يكون بين المدرسة وتواصل ويا أولياء الأمور. نعم. شكرا دكتورة أمينة. الله يحفظك. حياة الله. يا هلا. شرفتينا في الاستوديو. الله يسلمك. شكرا على النصائح على وقتك، وإن شاء الله بنشوفك في حلقات قادمة. يا هلا فيك حياتي. مشاهدينا بعد الفاصل بنكمل وياكم مستمرين، ولكن بعد الفاصل.